في عندي ثلاث اشاعات مهم، وانا بقى هو بص بقول ثلاث اشاعات كان بس مالين السوشيال ميديا. اول حاجه ان في خناقه حصلت في نادي الزمالك بسبب المليون جنيه اللي قررها المجلس او تبرع بيها الاخ المحترم هاني بيرزي بعد الفوز على بيراميدز، وان اللعيبه بدل من 100,000 لكل لاعب 10,000، وحصل تذمر وخناقه والكلام ده، صحه هذا الكلام؟ لا ما فيش الكلام ده، ما فيش 100,000 ولا مليون ولا المستحقات دي، يعني عيب يعني عيب يعني ان الاشاعات دي تطلع. ده كلام ماليش سوشيال. لا بالظبط، بقول لحضرتك عيب ان الكلام ده يطلع. هو دايما الزمالك دايما في منطقه الاشاعات، دايما الشائعات دي ما بتحاصل نادي الزمالك، مش فاهم ليه او مش عارف ليه دايما نادي الزمالك معرض لهذه الشائعات. لا طبعا، لسه ذاكر مع حضرتك دلوقتي ان الزمالك صرف جزء من المستحقات، يعني ماشيين بخطوه خطوه خطوه، واللعيبه مقدره ذلك، اللعيبه مقدره الازمه اللي بيمر بيها النادي، ودايما كابتن شيكا وكل القواعد، كابتن شيكابالا، كابتن عبشافي، بيقعدوا مع اللاعبين بيحسوهم يا جماعه احنا عندنا ازمه، يا جماعه احنا لازم نعمل اللي علينا، وخلاص بقى في مجلس جديد موجود، والمجلس الجديد وعد بوعود وينفذها جدول اخرى. لكن في مشاكل كبيره طبعا، ربنا يكون في عون المجلس، في مشاكل ابرزها ازمه القيد. اهم حاجه اللعيبه الكره المصداقيه. انا عارف ان النادي بتاعي بيمر بمشاكل، بس انا اديتك وعد واثنين وثلاثه ووفيت، يبقى انا كده اللعيب هيستحمل. صح. انما المشكله كلها ان انا اديك وعود وما وفيتش. بالظبط. وعشان كده نادي الزمالك اصعب حاجه تضعف حلقه الجهاز الفني عدم الوفاء بالمصلحه. نادي الزمالك عين بسبب هذا متحدث رسمي اللي هو الاستاذ احمد سالم، طبعا زميلنا العزيز الاعلامي احمد سالم في قناه الشمس طبعا. فخلاص اي حاجه بقى، اي معلومه، اي من الاستاذ احمد. طيب عندنا برضه كلام كتير جدا، الإطاحة بعبد المنصف، الزمالك يتراجع عن الإطاحة بعبد المنصف، الزمالك يفكر في الإطاحة بعبد المنصف، هل ده وقته؟ طبعا لا، مش وقته. هو خلاص، هو نقل الجهاز اللي كابتن معتمد مكمل حتى ما يجد جديد. كابتن معتمد مع كابتن عبد الواحد مع كابتن احمد مجدي، كل الاسماء بقى المتواجده حتى كابتن عبد المنصف متواجدين حتى ان يجد جديد بقى، سواء بقى برحيل الجهاز الفني بالكامل بقى وقدوم مدير فني اجنبي جديد على حسب رؤيه المدير الفني. بالظبط. لكن خلاص هو ما فيش وقت. بس خد مني، كل ما معتمد فاز كل ما اسهمه في الاستمرار، لان في ازمه ماليه وازمه دولار، فاكتر ناس يتمنوا نجاح تجربه معتمد جمال حسين لبيب ومجلس الاداره. صح طبعا. خصوصا كمان المعروض على المدربين المتواجدين ليس بالافضل، مدربين يعني مش هم اللي بقول ان الافضل غالي جدا وانت ما معكش، خلينا صادقين. ده حقيقي. انا وجهه نظري هو الكابتن معتمد ياخد الفرصه. كابتن مشهور، احنا عندنا مصيبه في مصر، معتمد شوف مش شال ازاي على الاعناق، لو اخفق عايز طبعا. دي مشكله كبيره طبعا، ولذلك انا كنت قلت لك هي مرتبط بالنتائج. ولذلك اكتر ناس حريصه على نجاح التجربه يعني يفوز ويستمر في الكونفدراليه هو مجلس الاداره. طيب موضوع ال 10 مليون، انك انت تحدد تعلن في الاعلام ان 10 مليون سقف الرواتب، انت شايف ده ممكن يهز الدنيا وممكن تبقى لعيبه كواليتي عالي بارقام عاليه تبعد عن نادي الزمالك، ولا ده للتمويه؟ لا انا شايف ان هو ممكن يبقى للتمويه، وشايف ان ممكن لو في لعيبه تستوى اكتر من كده او تساوي اكتر من كده نادي الزمالك هيجيبها وهتعاقد معاها. المعلن للناس ان هو المبلغ ده، بس ممكن من تحت لتحت او في العقود يتكتب الارقام الثانيه. تاخد بقى حضرتك ازاي؟ فشايف لا، ده تمويه على الناس. طيب معاك حاجه تاني في الزمالك؟ طبعا في بقى ازمه احمد فتوح جوه النادي الزمالك، دي ازمه طبعا. وليه ازمه؟ خلاص احمد فتوح علاقته بالزمالك هو بتاعت. خلاص لا الزمالك عايزه ولا هو عايز الزمالك. خلينا نتكلم من الاخر. هو احمد فتوح، بص يا استاذ عبد النصر، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. جوارديولا قال كلمه مهمه جدا اول ما راح مانشستر سيتي، قال لك اللاعب اللي مش عايز يقعد في النادي يتفضل يمشي، النادي مش مفيش حد يقعد غصب عنه. انت ليه كنادي لعيب مش عايزك ما تسيبه يمشي او اللاعب يمشي؟ النادي مش واقف على حد. معلش كابتن حسن شحاته بطل، كابتن فاروق جعفر بتاريخهم كله بطل، والنادي كمل، النادي استمر. مفيش حد بيقف عليه مكان يا بيه. بالظبط، ده حقيقي. بس انا هو حسبها غلط يا فندم. بص، مفيش فتوح في الزمالك والزمالك مش عايز فتوح. بالظبط. نقولها 400 مره. يبقى فين المشكلة؟ الاعلام بيتكلم ليه؟ مفيش مشكلة. لاعب انا عرضه للبيع. طب يا سيدي الفاضل، سئل الصديق العزيز احمد حسام ميدو، اطلب هو الاهلي عايزه، طب ما يقدم العرض الرسمي للزمالك والزمالك انا هبيع. لانه مش هيفرق يروح الزمالك ولا سيرس الليان ولا الاهلي. صح. ولا خلاص انا عارض المج ده للبيع يا فندم. تشتري انت يشتري الكابتن مشهور ما يفرقش معايا. يمكن في موضوع ينزل في الزمالك زي ما قلت لحضرتك، في موضوع
طريف شويه وفي موضوع بقى، بس هنتكلم في احمد فتوح الاول. احمد فتوح حسبها غلط. هو احمد فتوح طبعا قيمه فنيه كبيره جدا، ما حدش يختلف عليه كمهاره كلاعب فني داخل الملعب، مش بكلم طبعا كره لعيب كبير بالظبط، لكن هو حسبها غلط. قال لك انا والنادي بيمر بازمه، فانا لازم احط شروطي ولازم احط مش عارف ايه ولازم، وقال لك خلاص انا هساوم النادي. لكن طبعا كابتن حسين، ودي تحسب للمجلس، ودي اول يعتبر اول قرار. القرار ده كان لا اما كان ممكن يجيب المجلس تحت، لا اما كان هيظل فوق. وفعلا القرار اللي خده ان نادي ان احمد فتوح، القرار اللي هو ايقاف الثلاثي زناري وكابتن صبحي وكابتن فتوح، ده كان ضربه قويه جدا للعيبه، اللي هم ما كانوش متخيلين ان في يمكن يصدر من هذا القرار. لا فعلا الزمالك دلوقتي، لكن الزمالك بس عايز القيد، حل ازمه القيد، ودي مشكله طبعا رقم واحد للزمالك، هم عايزين يفكوا القيد. هل عندك معلومه ان الزمالك هيطالب اتحاد الكوره بمد القيد لنهايه الموسم؟ هم عايزين يمدوا القيد فعلا، لكن وهيخشوا في خناقه مع اتحاد الكوره في الكلام. كالعاده زي كل موسم. وماله بس، اصل ده تسريبات انا بقول لك عليها. الزمالك سيطلب رسميا وهيعمل خناقه اعلاميه كان يفتح القيد لنهايه الموسم، بس دي هتصطدم بانديه ثانيه طبعا. يعني خلي بالك، اصل الملعب مش بتاعك يعني وحدك، يعني يمكن بما انك انت فتحت موضوع القيد، ده تقول لك الكل. هل الاهلي سيوافق على مد القيد لنهايه الموسم؟ لا طبعا ما اعتقدش. يعني اصل ده تسريبات قويه على سبيل التجارب الاختبار للاعلام، بالونه اختبار. ايوه وهيبقى في شغل كتير عليها الفتره اللي جايه، خاص بقى من فريق سكواتنج او الكشافه اللي لسه متعينين جداد داخل نادي الزمالك، ان هم بقى يعني هم مبلغين المجلس بكده. احمد فتوح مش عايزينه، احنا عندنا البدائل الاقوى من كابتن احمد فتوح. مين بقى البديل؟ هو لاعب مصري بيلعب في السويد اسمه ماركوس سامويل. ماركوس سامويل لاعب قوي جدا، 23 سنة، عنده 23 سنة، بيلعب في السويد حاليا، مساهم أو بيشارك بشكل أساسي مع نادي السويدي اللي بيلعب فيه بنسبة 97%، جايب 4 تجوال وصانع هدف مع فريقه، مقدم موسم أكثر من مصري؟ مصري بس بيلعب في السويد. ده 23 عنده 23 سنه، وده باك ليفت خدها مني، يعني فهمها تكرار لتجربه زيزو. بس هو اسمه مش مصر خالص. ما هو ما زيزو ما كانش حد عارفه. ماشي، ما هو مواليد السويد غالبا. يعني خدها مني باك ليفت منتخب مصر والنادي اللي هيروح، يعني هو نادي الزمالك الاقرب ليه دلوقتي دخل المفروض زي تجربه زيزو كده. حد كان يعرف زيزو؟ طب الاعداد بيقول لي ان في كمان مرشح قوي الكابتن جمعه عارفه، أمير عزم مجاهد، رشحه للكابتن معتمد جمال منذ أيام، وبيلعب 6 في السكة الحديد. مين هو؟ مين يا محمود اللي بتقول أحمد ربيع؟ إيه؟ أحمد ربيع؟ أحمد ربيع. أحمد ربيع لعيب جامد جدا جدا، وصل لسه دلوقتي الإعداد بيقول لسه صغير، ده 2001. بيقول لي إنه تم ترشيحه من الكابتن أمير عزمي، وكلم الكابتن معتمد جمال عليه أحمد ربيع بيلعب 6 في السكة الحديد. لا لعيب جامد، وبقول لحضرتك لسه صغير، ده 2001 ولاعيب مستقبله كبير. لا لعيب إضافة لأي مكان. يعني يلعب دوري ممتاز؟ يلعب دوري ممتاز. يلعب أهلي وزمالك؟ يلعب والله، بس يتصبر عليه. انت واخد بقى حضرتك ازاي؟ يعني او مجرد ما يروح مثلا، وخاصه في الاهلي او الزمالك، يعني في الانديه الثانيه ممكن يركب ويلعب على طول ضغط جماهير، انما يخش اهلي الزمالك لازم يتصبر عليه عشان تلاقيه بعد كده. اتفق معك. طيب، النقاد الرياضيين كان لهم اراء مهمه عن موضوع فتوح وما يدور في الزمالك في قضيه فتوح مع الزميله منار النادي من خلال هذا التقرير. يعني مشكلة أحمد فتوح، يعني مشكلة برضو إن هو حتة الماديات، الفلوس، دايما اللاعب بيجري ورا الماديات وبيجري ورا الفلوس، لان ده هو ده اكل عيشه. حته ان فتوح مثلا المشكله كانت كلها عشان خاطر سهر هو محمد صبحي والزناري، ثلاثه تم ايقافهم العدد معين من المباريات، ولكن في اجواء كده من الداخل، يعني ما بين اللعيبه وما بين الاجهزه الفنيه، كابتن عبد الواحد السيد وكابتن مدحت عبد الهادي، يعني في مشكله ما بين اللعيبه، مش قادرين هم يعني يكون في احتواء للعيبه. بنشوف النادي الاهلي واحتواء للعيبه، ما بنشوفش مشكله ان لاعب بيسهر، لو لاعب بيسهر الموضوع بيكون في الداخلي، وبيكون بيتم طبعا الغرامه الماليه عليه من غير ما حد يحس، ما بيتصدرش للاعلام. ولكن فتوح لو ما التزمش
هيكون قاب قوسين او ادنى من انتقاله في يناير الجاي وهيكون خلاص. وكمركز النادي الاهلي محتاج لاحمد فتوح، يعني علي معلول ما فيش بديل ليه في النادي الاهلي حاليا، كريم الدبيس ما زال لسه لاعب ناشئ بيكتسب خبرات، احتياجه فنيا في الملعب الاهلي محتاج فتوح، لكن ده يرجع لاداره النادي الاهلي وللتقييم المستر كولر بالنسبه للاعب ومدى انضباطه ومدى اخلاقياته ومدى ادائه خلال الفتره اللي جايه، هيقدر يفيد الاهلي ولا مش هيفيد الاهلي، ده ما اقدرش انا احكم فيها، ده الراي طبعا يرجع لاداره النادي الاهلي وجهازه الفني. يعني خلينا نوضح برضو، محمد حمدي حاليا هو اللي بيلعب بشكل اساسي في الظهير الايسر، لكن احمد فتوح لاعب كبير، لاعب دولي ولاعب مؤثر طبعا، ولكن يعني الفتره الاخيره محمد حمدي هو اللي بيشارك اساسي، فيعني ان شاء الله الامور تبدا يعني تتحسن ما بين احمد فتوح والزمالك. كلام مهم من الزملاء الاعلاميين في مؤتمر فيتوريا قبل انطلاق مباراه جيبوتي وسيراليون، يمكن الزميله منار النادي كانت عملت بعض الموضوعات من اهمها فتوح، وكلام مهم يعني حاضر حتى الان وجديد جدا، الكل يجمع ان فتوح علاقته انتهت بالزمالك والزمالك خلاص يعني قفل هذه الصفحه وينتظر جمع اي اموال من هذا الملف.